السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهدنا في الحلقة الماضية كيف أننا قمنا بصنع برنامج بسيط يقوم باختصار معدل سرعة الإنترنت. التفكير بالبرنامج هو يتكون من خمسة أسطر بسيطة، حيث نقوم بإدخال ثلاثة متغيرات ويقوم هو باحتسابها. هدفنا اليوم هو أن نقوم بعمل نفس البرنامج، ولكن هذه المرة عن طريق الواجهة الرسومية لبايثون. سنستعمل أحد المكتبات المعروفة تيكانتر التي نستطيع استعمالها بعد تثبيت الحزمة تيكانتر التي نزلها داخل سينابتيك. هذه الحزمة المطلوبة مطلوب تثبيتها لاستعمال الواجهة الرسومية لبايثون. بعد تثبيتها سنحتاج الآن سنبدأ الآن في كتابة البرنامج الذي سنستعمله. قمت مسبقا باستعمال كتابة برنامج، نبدأ بتفسيره. البرنامج بسيط ويقوم على أساس احتساب مجموع ثلاثة خانات لتكست فيلد. تكست فيلد يعبر عنه بالتكست فيلد. دعونا نلقي نظرة أولا على البرنامج. سنقوم بإدخال ثلاثة أعداد عشوائية كما نشاء، وسنساعد أننا سيقوم باحتساب المجموع. نبدأ الآن بتفسير ما قمنا بكتابته. بعد جلب المكتبات كانتر ومات، سنقوم بعمل ثلاثة خانات لإدخال الأرقام. أسميناها على التوالي Entry. الخانة الثانية تسمى Entry 2، والثالثة تسمى Entry 3، حيث يقوم في كل مرة باستدعاء الوظيفة function الموجودة هنا ليقوم باحتساب مجموع الثلاث خانات ثم إظهار النتيجة لنا. بعد تحويلها إلى string، لإظهار النتيجة قمنا باستعمال label سميناها شين، والتي موجودة في نفس الوظيفة. مع العلم أن النافذة الرئيسية أسميناها window. تمام. نريد الآن أن نقوم بالتعديل عليه قليلا، بحيث أننا نستطيع أن نقوم بنفس العملية التي قمنا بها في حلقة الفرد. لذلك سنقوم باستبدال علامات الجمع بالعملية التي سنستعملها. نبدأ أولا في إضافة القيمة الأولى ضرب 1024. ثم سنقوم بقسمتها على الوقت المستغرق. الاحتساب الدقائق ثم الاحتساب الثواني. نتأكد الآن أنه يقوم باحتساب بشكل صحيح. نفترض أن حجم الملف 30 وقام تنزيله في دقيقة ونصف. هذا معدل سرعة الإنترنت الذي قام باحتسابه. الآن كما تشاهدون شكل البرنامج قبيح ونريد تحسين المنظر الخاص به. سنقوم بالقيام ببعض التعديلات الأخرى حتى يكون ذو منظر أفضل. سنحتاج إلى إضافة Three Labels، سنسميهم على التوالي TXT.
اكتب عليه في السايز. سنقوم باستعمال نفس اللابل، إضافة لابل جديد مخصص للدقائق. ثم واحد أخير مخصص للثمن. يمكننا مشاهدة النتيجة بعد إضافتهم بشكل التالي. تشاهدون وقع إضافة ثلاثة لابل جديدة سايز 100 سكند. أريد الآن أن نجعلها موجودة في أماكنها الصحيحة. سنستعمل لهذه الخاصية خاصية جريد بدلا من باك الذي يقوم بوضعها مباشرة في نافذة البرنامج. نبدأ أولا مع TXT1. نقوم بتعويض باك بجريد ونقوم بتحديد المكان الذي سنستعمله فيه والذي سيكون في راو 0. الثاني سيكون في السطر الذي يليه. طبعا نبدأ الاحتساب من الصفر ولا يكون ذلك من رقم 1. الآن سنقوم بوضع نفس الخاصية للأندري لكن مع تغيير أماكن الكلام. أدخل chain label وأقوم بتحديد مكانها. سأقوم بوضعها مباشرة تحت القيد الأسطر مع تعويض باك بجريد كما فعلت سابقا. قم بتجربة البرنامج. سنقوم بإدخال نفس المعطيات التي أدخلتها سابقا. وهكذا قام باحتساب القيمة. يمكننا أن نضيف وحدة القيمة.